ودايما بعملها لما ما يكونش عندي وقت وعايزة أعمل تحلية تعجب الكل. الوصفة بس ريحتها بتجيب سعادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل تحلية لذيذة جدا جدا، وزي ما قلت لكم هتجيب سعادة. هقول لكم على المكونات، الفعل المكونات ممتازة، يعني احنا بناكل حاجة صحية طعمها حلو وسهلة وسريعة. يلا على طول نخش على المطبخ ونبدأ بسم الله ونشوف أول مكون معانا والبديل برضو بتاعه. البطاطا الحلوة، البطاطا الحلوة من الحاجات الحلوة اللي مليانة فيتامين مضادات أكسدة، بس ممكن تكون مش الموسم بتاعها أو عايزة تعملي الوصفة وهي مش عندك. بديل البطاطا الحلوة في الوصفة دي هيكون القرع أو اليقطين، نفس الكمية. اللون الأسود ده عندي هو الزبيب، الزبيب من الحاجات الجميلة اللي مليانة برضو فوائد، وعندي نص كوباية من زيت جوز الهند أو أي مادة دهنية تنفع في الوصفة النهاردة. هنجيب بيضتين ونحط عليهم قطرات من الفانيليا ونص معلقة صغيرة من الخل. أنا دايما بعمل إيه في الزبيب علشان كده خليه يطحن معايا بسهولة، بحط عليه مية مغلية في مصفى وبسيبه بس إيه دقيقتين أو تلاتة. تعالوا نجيب بقى الطبق اللي احنا هنعمل فيه كل حاجة، البيضتين على الفانيليا على الخل، نص كوباية من زيت جوز الهند، والكوباية بتاعت البطاطا اللي هي مستوية عندي، وكمان الزبيب اللي أنا حوالي معلقتين من الزبيب كبار او اكتر او اقل على حسب. طيب الناس اللي مش عايزة الزبيب ممكن تستعمل تمر، لو مش عايزين برضو تمر ممكن نستعمل اي نوع سكر دايت مناسب لنظامكم الغذائي. وتعالوا بقى نستعمل على طول الهراسة او الهاند بلندر، كمان بينفع في الخلاط لو احنا عايزين، ولكن وصفة بقى سريعة. الهاند بلندر بالنسبة لي اسرع ما اشغل الخلاط وكده، بتبقى سهلة جدا. شايفين بقى المكونات السائلة القوام بتاعها عامل ازاي؟ هو ده القوام اللي انا عايزاه للوصفة. شايفين عامل ازاي؟ طيب احنا خلصنا المكونات السائلة، تعالوا نشوف المكونات الجافة. عندي نص معلقة صغيرة من البيكنج باودر، وعندي كمان الفانيليا باودر، وعندي نص كوباية من جوز الهند المبشور، وكوباية من دقيق الشعير. الفترة اللي فاتت عملنا وصفات كتير بالشعير دي، منها مثلا وصفة خبز ووصفة توست ووصفة تانية عملناها لتوست في او خبز في الميكرويف. فانا اتشجعت جدا من كتر ما انتوا عجبكم الوصفات اللي بالشعير، فقلت خلاص نكمل فيها، لانه فعلا من الحاجات المفيدة اللي بتجيب بقى سعادة، مضاد للاكتئاب، مليان فيتامين. وفي الفيديوهات اللي انا عرضتها قبل كده كتبت لكم على فوائد الشعير وقد ايه مفيد وحلو جدا جدا اللي احنا ندخله في نظامنا الغذائي كده من وقت للتاني. مش هقول اللي احنا نقعد ناكل بس شعير، ولكن التنويع وادخال الحاجة بشكل كده منتظم هو ده اللي بيخلي اللي احنا نستفيد بيها. خلصنا المكونات الجافة وخلصنا المكونات السائلة، وكل الموضوع تقليب، يعني شايفين ولا عجن بقى ولا تعب. طيب تعالوا اكلمكم على طعمها قبل حتى ما نحطها في الصينية. طعمها بيكون قريب من البسبوسة، طعمها حلو فعلا جدا جدا مع كوباية الشاي او القهوة، من الحاجات اللي فعلا القهوة بقى العربي معاها تجنن، يعني كوباية قهوة عربي ان شاء الله برضو كده ربنا ييسر اعمل لكم برضو القهوة العربي على القناة. اكيد انا عارفة ان في ناس كتير انا بتعلمت من السعوديين اصلا ما شاء الله، يعني عليهم بيعملوها فعلا رائعة جدا، فزي ما اتعلمتها منهم ان شاء الله هبقى اعملها لكم فيديو. جبت صينية بايركس ودهنتها، مهم جدا ان احنا ندهنها لان ايه هتلزق. وهنزل كل الخليط وبظهر معلقه بس اللي احنا نساوي السطح يعني. طيب في الوقت ده انا رحت شغلت الفرن على درجه حراره 180، يديله بس يسخن شويه كده قبلها بخمس دقائق عشان خلاص تقريبا انا خلصت. بس عندي اضافتين بسيط، يعني اضافات بسيطه لسه هعملها هتعلي الطعم شويه. احنا ممكن نكتفي بكده وندخلها الفرن، ولكن انا حابه احط عليها شويه من دبس التمر، حطيته في كيس كده، وكمان عايزه احط عليها رشه قرفه. زي ما قلت لكم الحمد لله ولادي حبوا القرفه، فبدخلها لانها من الحاجات الجميله اللي بتدي كده ايه الحاجه كده طعم تاني، يعني بحبها، يعني بصوا انا بحبها فبحطها. هحط ممكن احط معلقه كده واوزعها، ولكن انا حطيت خطوط رفيعه عشان برضو ما احطش كتير. وهي دلوقتي جاهزه على الفرن، بتقعد في الفرن حوالي من 15 ل 20 دقيقة. مش هنحتاج نفتح عليها الشواية من فوق، بس انا بعد ما استوت في الفرن سبتها جوه، يعني مطلعتهاش على طول.
طيب بعد ما طلعت وبردت، ممكن ان احنا بقى نزينها بأي مكسرات. عندي هنا شوية بندق كده محمص متشال منه القشر، فعارفين ان هي طرية طبعا، فينفع ان انا ادوس عليه وادخله يعني عادي، وشوية فستق. وايه ده بقى، ايه ده، احلى تحلية ممكن نعملها سريعة، ريحتها بتجيب سعادة، طعمها يجنن كده، يخليكوا كده مبسوطين مش عارفين ايه اللي حصل. تعالوا بقى نقطع، هحاول ان انا ما اقطعش حتت كبيرة علشان ما ناكلش كتير، ولكن صراحة هي مغرية جدا جدا يعني كسناك بقى. او عارفين وقت المغرب كده ممكن ناخد حتة مع كوباية الشاي، يا سلام. ولا بتشربوا قهوة؟ على حسب بقى ما انتوا بتشربوا. انا عن نفسي بشرب قهوة، اتعودت ان انا يعني احاول ان انا اشرب مرة واحدة في اليوم. يعني طبعا القهوة الكتير مش حلوة، كل حاجة كتير منها مش حلوة. القطعة بقى دي برضو للحبايب، دايما بقول لكم القطعة دي للحبايب. شايفين شكلها عامل ازاي؟ طعمها حلو طبعا، نقدر نخليها مسكرة زي ما احنا عايزين. يعني لو احنا مش عايزين نحط فيها زبيب، بس لسه مش مسكرة، ممكن نحط عليها مثلا كيس تاني من سكر الدايت، يبقى احنا خدنا فوائد الزبيب وخدنا برضو السكر اللي احنا بنحبه. شايفين بقى القطعة الجميلة دي؟ يا سلام. جوزي بقى جه دلوقتي وانا بعملها، فقال لي انا عايز واحدة زيها، قطعة زيها، فتعالوا نقطع له قطعة، نقطع له القطعة دي ونحطها له برضو في الطبق. اول حاجه يقول لي يا سلام، مش معنى مش حاطه لي بندق، تعالوا نحط له بندقتين نزرعهم كده. واعتقد كده بقى شكلها زي التانية. اروح بقى اعمل القهوه، اسيب لكم بقى المقادير. حلوه صحيه سريعه، كوبايه من البطاطا الحلوه المطهيه، نص كوبايه من زيت جوز الهند، ونص كوبايه من مبشور كمان جوز الهند، كوب من الدقيق الشعير، بيضتين وفانيليا وقرفه، نص معلقه صغيره من البيكنج باودر، نص معلقه صغيره من الخل، معلقتين كبار من الزبيب ممكن نكتر عن كده. وللتزيين هنحط دبس التمر وكمان مكسرات لو احنا عايزين. اتمنى ان شاء الله فيديو النهارده يكون عجبكم، ومع السلامه.